بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله فيديوهات ذا ريد اليرت لاب. ده الفيديو رقم 92. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي. كنا بنتكلم على وثيقه مهمه جدا طالعه من مؤسسه اسمها CISI او اسمها سنتر فور انترنت سيكيورتي. دي مؤسسه غير ربحيه. المؤسسه دي بتطلع توصيات وخطوات لتأمين معظم الأنظمة ومعظم التطبيقات، تأمين الأنظمة زي ويندوز 10، ويندوز 11، لينكس، تطبيقات زي الأدوب، زي الأوفيس، زي تفاصيل تانية، حتى تأمين الفايرولز، الفورتيجيت والسوفوس، تأمين السويتشات، سيسكو، جينيبر أو أيا كان. طبعا كل ما يختص بالتطبيقات وتأمينها والأنظمة وتأمينها، الشركة دي بتنزلهم توصيات مجانية. وزي ما بنقول الشركة دي أساسا مؤسسة غير ربحية، تمام. ومن ضمن التوصيات اللي منزلاها ازاي ان انت تأمن نفسك ضد الاختراق السيبراني. ايه الاختراق السيبراني ده؟ اللي هو الاختراقات، ان واحد يخترق شبكتك، ان هو يسرق بياناتك او يشفر بياناتك. وابسط مثال على الكلام ده اللي احنا عارفينه فيروس الفدية. فيروس الفدية هاكر بيبعت لك مثلا ملف، الملف ده اول ما بتفتحه بيشفر الملفات اللي عندك، وبيبعت للراجل يقول له انها اتشفرت، والراجل بيبعت لك رسالة معينة، او الفيروس نفسه كده كده اوتوماتيك بيبعت رساله للراجل يقول له ان انا شفرت وعملت، وعشان تفك التشفير لازم انت تبعت لي فلوس للهاكر يعني. فبشكل عام هو الاختراقات السيبرانيه ليها علاقه باختراق الشبكه وسرقه المعلومات بشكل اساسي يعني. فكانت الشركه دي منزله توصيات ازاي تامن نفسك ضد الاختراق، تمام. وكنا اتكلمنا في ثلاث فيديوهات سابقه عن الوثيقة دي، كنا ابتدينا نفتح ونقرأ منها، وكنا ناقشنا حوالي ثلاث توصيات من الوثيقة دي ازاي ان انت تأمن نفسك ضد الاختراق السيبراني. قبل ما اكمل في الفيديو الرابع او الجزء الرابع من الوثيقة دي، اتمنى لكم الدعاء لوالدي المتوفى الباشمهندس رؤوف الجريدي، اسألكم قراءة الفاتحة له، وان تدعو له بالمغفرة والغفران، وان يجمعنا به جميعا في جنات النعيم هو ومن نحب، امين يا رب. المهم نتكلم بقى في الجزء الرابع من الوثيقه دي، تمام. التلات اجزاء اللي فاتوا كنا بنتكلم على ايه يا جماعه؟ كنا بنتكلم على انه الوثيقه دي بتقول ان احنا عشان نامن نفسنا، تمام، لازم ان احنا نعمل تلات حاجات. اولا نعمل جرد لكل الاصول اللي عندنا في الشركه. الاصول دي ممكن تكون اصول هاردوير. يعني ايه زي هاردوير؟ يعني الاجهزه، بمعنى اصول ثابته، يعني زي الاجهزه والسيرفرات والاجهزه والسيرفرات واللابتوبات وحتى التليفونات، ده يعتبر اصول. وكمان ان احنا نجرد السوفت وير او التطبيقات اللي عندنا، والتطبيقات دي تشمل الانظمه. دول اول توصيتين، ان احنا نعمل جرد للاصول، الاصول الثابته اللي هي زي الاجهزه والتليفونات واللابتوبات، وجرد السوفت وير او جرد التطبيقات يعني، تمام. واحد يقول لي طب انا هستفيد ايه لما اعمل جرد من جرد للاصول وجرد للتطبيقات؟ لا، ليها علاقه بالامن. هي مش مجرد ان انت بتعمل تجرد عشان تعرف اللي عندك، لا، في جزء امني في الموضوع. ويا ريت ترجعوا تشوفوا الفيديوهين السابقين او الثلاث فيديوهات السابقه عشان تعرفوا ايه علاقه الموضوع ده بالامن. التوصيه الثالثه بعد جرد الاصول وجرد التطبيقات، حمايه البيانات. وده اللي كنا بنتكلم عليه الفيديو اللي فات. حمايه البيانات يا جماعه مش حمايتها وهي موجودة عندك. البيانات بتبقى موجودة في حالتين، يا إما in rest يعني موجودة عندك ومتخزنة يعني ما بيتمش عليها أي شغل، أو بتتنقل. بتتنقل يعني إيه؟ يعني بتتنقل من جهاز لجهاز، أو من مكنة لسيرفر، أو بتطلع من عندك بره على الشبكة مثلا وأنت بتشتغل كلاود أو إيزر، أو بتتحط من عندك تحطها على جوجل درايف مثلا أو أيا كان. فهنا بتعتبر في حالة نقل، خلاص. والحاله الثانيه اللي هي ثابته موجوده على الفايل سيرفر، مثلا عندك ملفات على الفايل سيرفر ومفيش حد بيشتغل على الملفات دي فمتخزنه، خلاص كده. ففي الحاله دي انت المفروض تامن في الحالتين، في حاله انها ثابته وفي حاله انها متحركه، خلاص. وهي ثابته عارفين البيت لوكر او التشفير، تشفير البيانات. وفي اثناء النقل احنا عارفين ان في طرق كتيره جدا احنا نامن البيانات وهي بتتنقل. على سبيل المثال لو انت بتكلم سيرفر وبتنقل له بيانات، لازم يكون الاتصال ما بينك وبين السيرفر متامن او معمول بقناه مشفره اسمها HTTPS، او تستعمل بروتوكول اسمه HTTPS، ده بيامن اتصالك بالسيرفر، خلاص كده. وتفاصيل كتير جدا يعني. فتامين البيانات بيتلخص في الحالتين دول، لما تكون البيانات ثابته او متحركه. طيب هل البيانات بتتخزن او البيانات بتتامن وهي متخزنه فقط في الحالتين؟ يعني دلوقتي احنا قلنا البيانات بتتامن وهي متخزنه او بتتامن وهي بتتنقل.
هل هي دي بس الحاله اللي بتامن فيها البيانات؟ لا، البيانات بتتامن في كل مراحلها. يعني ايه في كل مراحلها؟ هل هي مش البيانات بتتخزن وخلاص، انا اعرف ان انا اشفر البيانات او امن البيانات وهي متخزنه او هي بتتنقل، انما انا البيانات هتتامن في اي اوضاع تانية؟ يعني ايه تاني ممكن يكون محتاج تامين بيانات غير الحالتين دول؟ لا، في حالات كتير جدا، في حالات كتير جدا. وقلنا انه البيانات ليها حاجه اسمها دوره حياه. يعني ايه دوره حياه؟ انت ساعتك لما بتتولد بيبقى ليك دوره حياه، انت بتتولد، بعد كده بتبقى شاب، بعد كده بتبقى كهل، وبعد كده بتموت. دي اللي هي دوره الحياه البني ادمين. البيانات ليها دوره حياه. اول حاجه ان انت بتجمع البيانات، او دي نعتبر انشاء البيانات. ما هو انشاء البيانات دي ان انت بتجمعها، خلاص انت بتجمع البيانات، ادي اول مرحله من دوره حياه البيانات. وبعد ما تجمعها بتخزنها، صح؟ وبعد ما بتخزنها بتستعملها، اذا كنت هتستعملها في ان انت تستفيد بيها، في ان انت مثلا على سبيل المثال، مثلا يعني واحد دخل على شركه امازون طلب مثلا ان هو يشتري جزمه، فانا باخد المعلومه دي بستفيد بيها، بستعملها بان انا بروح اكلم المخزن عندي اقول لهم يا جماعه طلعوا لي الجزمه الفلانيه. فدي مساله، قلنا جمع البيانات، تخزين البيانات، استعمال البيانات، وبعد استعمال البيانات اعمل ايه؟ المفروض بعد كده ان انا اشارك البيانات دي. يعني ايه اشارك البيانات دي؟ انا دلوقتي اخدت المعلومه ان الراجل ده عايز جزمه، فببص عندي في المخازن لقيت الجزمه دي هجيبها، ما لقيتهاش هروح مشاير المعلومه دي للناس الموردين اللي انا بتعامل معاهم، يا جماعه الجزمه دي مش عندي في المخزن، مين اللي عنده الجزمه دي عشان انا عايزها؟ فدي حاجه اسمها مشاركه البيانات، تمام؟ وبعد كده في الاخر بعمل ايه؟ بحتفظ بالمعلومه دي عندي فتره معينه من الوقت. الراجل ده طلب الاوردر الفلاني من سنه، طب بحتفظ بالبيانات دي ليه؟ عشان اعرف هو مشترياته المستقبليه ممكن تكون ايه؟ بتوقع يعني ممكن يكون بيحب الجزم، معنى كده بيحب المنتجات الرياضيه، معنى كده ان انا ايه؟ اوفر له المنتجات دي، او بيحب الجزمه دي مثلا ممكن بعد مده معينه لو انا عارف هو بيستعمل حاجات رياضيه كتير اعرف انه ممكن يحتاج جزمه تاني في وقت قريب مثلا. دي اسمها تحليل البيانات والتوقع بالايه ممكن الراجل يعمله في المستقبل عن طريق تحليل البيانات، تحليل الشراء بتاعه بيشتري في قد ايه وفي مده ايه وكل الكلام ده كله. طيب استعملت، احنا قلنا دلوقتي جمعنا المعلومه وخزننا المعلومه واستعملنا المعلومه وشيرنا المعلومه، وبعد كده نعمل ايه؟ بنحتفظ بيها. قلنا بنحتفظ بيها ان احنا نخزنها عندنا مده من الوقت. جيت بعد 10 سنين خلاص المعلومه دي مش عايزها، لازم اتخلص منها، خلاص كده. يعني اتخلص منها ازاي؟ برضو اتخلص منها بطريقه بحيث ان ما حدش يستفيد من البيانات دي بعديه. يعني ايه؟ ان انا دلوقتي مثلا في مكنه يا جماعه اسمها شريدر. شريدر دي عباره عن ايه؟ عباره عن مكنه كده بتجيب فيها الورق، لما بتحط الورق بتقطعها فتافيت بحيث ان ما حدش يعرف يجيب بلاستر ويجمعها تاني ويقدر يعني يطلع منها بمعلومه. ده جزء من تامين البيانات. وانا بتخلص من البيانات الحساسه، بيانات ماليه، معلومات خاصه او معلومات شخصيه عن المستخدم، كل الكلام ده لازم اتخلص بيه بطريقه امنه. ده بالنسبه للورق، بالنسبه للسيديهات او بالنسبه مثلا للاسطوانات، الفلاشات، الهاردات، كل ده له في طرق معينه ازاي انت تقدر تتخلص منها، خلاص كده بطريقه امنه بحيث ان محدش يعرف ازاي يستعملها بعد كده. طيب يعني عشان برضو ما توهكوش، طيب انا ليه بعرف كل الحياه؟ في كل دوره حياه من اول ما بتجمع المعلومه وبتخزنها وبتستعملها وبتشاركها وبعدين بتحتفظ بيها وبعدين بتخلص منها، في كل مرحله من دول انت لازم تامن البيانات. يعني ايه؟ اهو قلنا ادي البيانات اهي، انت وانت بتجمع البيانات لازم انت بتجمعها تبقى مامن عمليه جمع البيانات. الراجل وهو بيطلب الاوردر على موقع امازون لازم يكون الاوردر وهو بيتكتب على موقع امازون او بيتحط على موقع امازون لازم يكون الاتصال ما بينك وبين سيرفر امازون متشفر، دي اول حاجه. وانت بتخزن البيانات لازم تكون مشفرها، عامل بيت لوكر. وانت بتستعملها برضه لازم، وانت بتستعملها انت بتستعملها فين؟ جوه ما بينك وبين الموظفين بتوعك، تمام كده. فلازم برضه يكون استعمال البيانات دي ما بين الموظفين بتوعك، ما بين المخازن والمشتريات مثلا على سبيل المثال، لازم يكون الاستعمال برضه مامن الاستعمال بحيث المعلومه ما تتسربش بره. شير لما تيجي تطلع البيانات للموردين بره لازم المعلومات وانت بتديها للموردين يبقى اتصالك بالموردين ونقل البيانات للموردين يكون برضه متشفر، عن طريق ايميل بقى متشفر، عن طريق تكلمهم بطرق مؤمنه، ايا كان. وفي الاخر خالص وانت برضه بتخزن المعلومات، ما انت بتخزنها وبتحتفظ بيها لوقت معين، ده اسمه اركايف، ان انا بحطه بخزن المعلومات دي. طب بخزنها، بخزنها في داتا سنتر، بخزنها في اماكن عليها اقفال بحيث ان محدش يقدر يخش يشوف البيانات دي، ولما بخلص منها برضه بخلص منها بطريقه امنه، تمام. فحمايه البيانات مش مجرد حمايتها، وده الخطا الشائع، حمايتها اثناء التخزين، حمايتها في كل مرحله من دول، خلاص كده.
عشان كده كلمتكم على دورة حياة البيانات. من دورة حياة البيانات نقدر ان احنا نحمي بياناتنا، مش نحميها بس وقت التجميع او وقت التخزين، ده اللي احنا شائع جدا يعني وقت التخزين، لا وقت التجميع، وقت التخزين، وقت الاستعمال، ووقت مشاركة البيانات، وقت الاحتفاظ بالبيانات، وقت كمان تدمير البيانات. خلاص. وعلى فكرة الداتا بروتكشن ده او تأمين البيانات ده مجرد حاجة واحدة عشان تأمن بياناتك، اللي هو تشفر مثلا او تعمل اتصال مؤمن ما بين الناس اللي بتتبادل المعلومات. لا، في حاجه اسمها السايبر سيكيورتي. يعني ايه سايبر سيكيورتي؟ ان انا احط برضو اجراءات امن. على سبيل المثال ابقى عندي فاير وول، ابقى عندي مثلا جدار ناري، عندي حاجات تامنني ضد الاختراق، فاير وول واتس ايفر بقى عندي في فورتيجيت او سوفوس او سيسكو ايا كان. واللي زان عليهم كمان تامين البيانات، حته تامين البيانات الشخصيه دي مهمه جدا، لان انت على اساسها ممكن ان انت يترفع عليك قضيه، يترفع عليك قضية، يقولوا مثلا انه زي فيسبوك كده او جوجل مرفوع عليهم قواضي عشان تسريب المعلومات الشخصية للمستخدمين. فبالتالي تأمين البيانات مهم جدا جدا، وزي ما بنقول تأمين البيانات مش في مرحلة التخزين، لا في كل المراحل. طب كويس قوي، نرجع تاني من اللف. احنا قلنا ان السي اي اس او شركة سي اي اس قالت ان المرحلة الثالثة من تأمين ضد الاختراق السيبراني هي تأمين المعلومات، وقلنا تأمين المعلومات يعني تأمينها في الخمس مراحل دول. خلاص كده، وان دي دورة حياة المعلومات. وقلنا اول مرحلة اسمها كولكت، تجميع. وقلنا واحنا بنجمع البيانات لازم نأمن المعلومات وقت تجميعها. طب ونقسم تجميع البيانات ايه؟ اعرف الهدف من تجميع البيانات. ادي مرحلة تجميع البيانات بتتقسم لخمس حاجات. مرحلة تجميع البيانات اعرف الهدف من تجميع البيانات، انواع البيانات اللي انا هجمعها، هجمعها ازاي، وبعدين انظف البيانات لو فيها حاجات متكررة او فيها معلومات مش صحيحة، وبعد كده اصنف المعلومات دي مهمة ولا مش مهمة، حساسة ولا مش حساسة، وفي الاخر خالص لو في معلومات شخصية لازم اديها تأمين زيادة. خلاص، ده في مرحلة الجمع. نيجي بقى للنهاردة نتكلم على مرحلة التخزين. دي طبعا اكيد كل الناس او كل الاي تي فاكرين ان هو ده بس وظيفتي انا في التأمين، ان انا امنها وهي بتتخزن. قلنا غلط، انت بتأمنها في كل المراحل دول. طيب نيجي نتكلم على تأمين البيانات وقت التخزين. دي ليها كده كم، ليها كم خطوة خلينا نناقشهم النهاردة. بصوا يا جماعة، ادي تخزين البيانات. طيب تخزين البيانات دي بنتكلم على ان انت تحفظها في مكان. طب كويس، او انا بحفظ البيانات مثلا على سبيل المثال بحفظ البيانات على سيرفر. السيرفر ده لازم يكون محطوط في مكان مؤمن. يعني ايه مكان مؤمن؟ في داتا سنتر عليها قفل الكتروني، اللي يقدر يخش داتا سنتر لازم يكون معاه مفتاح بكارت، والكارت ده بيسجل دخوله الاوضه وخروجه من الاوضه. على سبيل المثال في كاميرات مراقبه داتا سنتر، عشان اللي يخش السيرفر على السيرفر برضو او يخش الاوضه اللي عليها السيرفر لازم برضو عارف هو مين. ده تامينه من الناحيه الفيزيكال او من الناحيه الخارجيه، ان انا مثلا دلوقتي بامنه من بره ان هو يتحط في مكان متامن. الداخليه ليها علاقه بالسوفت وير، تامين النظام اللي عليه الحاجه دي. يعني انا مثلا على سبيل المثال مخزن بياناتي على ويندوز سيرفر 2016 مثلا، لازم اامن النظام ويندوز سيرفر 2016 عشان بياناتي ما تسرقش، عشان ما حدش يتم اختراق النظام اللي عليه السيرفر ده او اللي عليه الفايل سيرفر ده. ولازم في نفس الوقت البيانات اللي على الفايل سيرفر تكون متشفره، استعمل البيت لوكر. ففي كذا طريقه تامين. نيجي نتكلم هنا ستور، هنا بيتكلم على ان a large part of storing data involves keeping data safe. طبعا اكيد تامين البيانات من يعني جزء كبير جدا من تخزين البيانات ان انا اخزنها في مكان امين. طبعا اكيد هنا بيتكلم على ايه؟ طيب السايبر سيكيورتي او التامينات اللي لها علاقه بالتامين ضد الاختراق بتحمي، انت بتبقى بتعمل سايبر سيكيورتي ميجرز، يعني باخد اجراءات ضد الاختراق او الاختراق السيبراني، ان انا امن المعلومات الحساسه والانظمه الحساسه عندي في شبكتي. أأمن المعلومات الحساسة بأن أنا أعمل لها تشفير، أأمن الأنظمة بتاعتي اللي عليها البيانات دي. زي ما بنقول أنا عامل فايل سيرفر عليه بيانات، أهمن البيانات اللي على الفايل سيرفر ده، والفايل سيرفر ده أساسا النظام اللي شغال بيه الفايل سيرفر هو ويندوز سيرفر 2016، فلازم أأمن النظام ده كمان، وده اتكلمنا عليه قبل كده في فيديوهات كتير، إزاي تأمن الويندوز سيرفر 2016 أو 2019، وإزاي تأمن الويندوز 10 المكنة اللي عليها المستخدم، إزاي تأمن الأوفيس، إزاي تأمن الأدوب ريدر، كل ده اتكلمنا فيه. طيب هنا الراجل بيتكلم على جزء من تخزين البيانات هو برضو الاهتمام بتأمين البيانات دي. خلاص كده، وبيتكلم على انه البيانات زي ما قلت ليها حالتين، انها تكون ثابته في مكانها ما عليهاش اي شغل، يا اما تكون بتتنقل ما بين الادارات او ما بين الاجهزه. خلاص. طيب تأمين البيانات، بلاش تأمين البيانات، تخزين البيانات بينقسم الى اربع حاجات. اولا اول حاجه بيقول لك عليها ان انت لما تكون بتخزن بياناتك على السحاب، دي اللي هي جديده قوي يا جماعه واللي منتشره حاليا. انا مثلا على سبيل المثال معظم المستخدمين
بيخزنوا حاجتهم على جوجل درايف او على وان درايف مثلا، دي بتتخزن على سيرفرات مايكروسوفت بره، ده اسمه التخزين السحابي، بخزن معلوماتي مش جوه الشبكه بتاعتي، لا على سيرفرات بره شبكتي. فهو هنا بيفترض ان حضرتك هتلجأ للاسلوب ده، ان انت تخزن بياناتك على سيرفرات خارج شبكتك، وفي الحاله دي لازم تكون واثق جدا ومتخذ اجراءاتك تماما عشان تضمن ان البيانات اللي على السيرفرات اللي بره دي تكون متامنه. خلاص؟ ده رقم واحد. طيب هخزن بياناتي على السحاب، ازاي اختار ما بين موفرين للخدمه دي؟ على يعني سبيل المثال عندك مثلا، على سبيل المثال جوجل عندها خدمه اسمها جوجل درايف، مايكروسوفت عندها خدمه اسمها وان درايف، مش عارف اي بي ام عندها مش عارف خدمه ايه، ازاي انا اقدر اختار ما بين كل دول؟ ازاي اقدر اختار الراجل الصح او اختار الايه الخدمه الصح؟ ازاي اعرف مثلا جوجل درايف دي اختارها عشان اخزن عليها بياناتي؟ لازم اعرف جوجل بتستعمل تشفير بيانات كويس وتعرف تامن بياناتها ولا لا. هختار وان درايف بتاع مايكروسوفت برضه لازم اعرف هل هي بتامن بياناتها صح ولا لا. هختار اي بي ام، لازم برضو اعرف اي بي ام بتخزن بياناتها ازاي. فهنا بيقولك ازاي تختار ما بين موفرين خدمه التخزين على السحاب او تخزين بياناتك على سيرفرات بره، ازاي تختار ما بين موردين كتير او ما بين شركات، ايه الاساس اللي على اساسه تختار؟ يعني ايه الحاجات اللي انا على اساسها اقول مثلا مايكروسوفت التخزين عليها احسن من التخزين من جوجل مثلا؟ ده هنناقشه. وبعدين طريقه تخزين البيانات، في طرق كتير جدا لتخزين البيانات. خلاص، تخزين البيانات ممكن تكون على شرايط، ممكن تكون على اسطوانات، ممكن تكون على فلاشات، في طرق كتير جدا للتخزين. خلاص كده. وفي الاخر خالص برضو لما بتيجي بتخزن بيانات شخصية لازم تديها اهتمام شوية، اهتمام زيادة. طيب اول خطوة اللي هي نفهم اول حاجة، لو انت هتخزن بياناتك على السحاب نفهم اول اللي هي اول نقطة ايه مميزات التخزين على الكلاود او على السحاب او على سيرفرات خارجية. طيب اول حاجه جريتر موبيليتي. يعني ايه جريتر موبيليتي؟ يعني انا ممكن اخش اشوف البيانات دي من اي حته في العالم. انت ممكن حضرتك تكون قاعد في مصر تخش على بياناتك اللي موجوده، ممكن تروح امريكا تخش على بياناتك الموجوده، تروح مثلا تركيا تخش على بياناتك الموجوده، في اي مكان في العالم تقدر توصل لبياناتك دي. خلاص كده. فدي اسمها جريتر موبيليتي، اقدر اخش البيانات دي في اي وقت. خلاص. جريتر افيشنسي، يعني ايه جريتر افيشنسي؟ طيب كويس قوي، انا دلوقتي بخزن بياناتي دي فين؟ على سيرفرات بره. طب كويس قوي، مين بيهتم بصيانه السيرفرات دي ويضمن انها شغاله باستمرار؟ مش انا اكيد، اكيد شركه جوجل او شركه مايكروسوفت. طيب مين اللي بيتحمل تكاليف الصيانه وتكاليف التحديث للانظمه دي وتكاليف كل حاجه؟ اللي بيتحملها طبعا شركه مايكروسوفت او شركه جوجل. طب هل انا بدفع تكاليف الصيانه دي؟ لا ما بدفعهاش. هل هي بتكلفك كتير؟ لا ما بتكلفكش كتير، هي بتكلفهم هم كتير، بس انت بالنسبه لك التكلفه اقل. خلاص. وبالتالي مش شغل دماغك ان انت كل شويه ايه السيرفر ده يقع، لا انت مالكش دعوه، حاجتك موجوده مايكروسوفت تضمن انها موجوده 24 ساعه في 7 ايام، ما تخصوش بقى يتشقلب. يعني لو انت دلوقتي على سبيل المثال حاجتك موجوده وسيرفر مايكروسوفت وقع، ما يتنططوا، لازم حاجتي اشوفها دلوقتي. وبالتالي هم عندهم نظام تامين كويس قوي، لو سيرفر وقع لا في سيرفر تاني ممكن تاخد بياناتك من عليه، هم بيامنوا نفسهم تمام في الحته دي. تخيل بقى ان البيانات دي لو انت مش مخزنها على سيرفرات بره زي جوجل او مايكروسوفت، مخزنها عندك انت جوه على سبيل المثال على فايل سيرفر مثلا، والفايل سيرفر ده وقع، مصيبه بقى، لازم تجيب الباك اب بتاعك وترجعه، ولو مش واخد باك اب تبقى مصيبه، ولو جالك مثلا فيروس التشفير او الفديه برضو تبقى مصيبه اكبر. انما مايكروسوفت مأمنين القصه دي تماما. طيب يبقى دلوقتي لما بختار او ايه فايده ان انا استعمل تخزين على السحاب او تخزين على سيرفرات خارج شبكتي؟ اولا الموبيليتي، انا اقدر اتحرك اشوف البيانات دي في اي مكان. الافيشنسي، ان انا البيانات دي متوفرة في معظم الأوقات ومش أنا اللي مهتم بفكرة صيانة السيرفرات اللي عليها البيانات دي. صيانتها بمعنى إيه؟ صيانتها تحت تحديث الأنظمة بتاعتها. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا السيرفر اللي عليه بياناتي وان درايف مثلا في مايكروسوفت ده عليه ويندوز مثلا، فهو اللي بيحدثه. الرامة باظت في السيرفر ده، هو اللي بيغيرها. كل الكلام ده كله أنا ماليش دعوة بيه. طيب وهنا بيقول ان حاجه زي كده بتخليك بقى تفضي نفسك والاي تي اللي عندك ان هم يشوفوا حاجات تانية، بدل ما تعمل فايل سيرفر عندك جوه وتقعد بقى تراقبه وتقعد تحدثه وتقعد مش عارف تشفر بيانات، الكلام ده كله موجود بره مايكروسوفت اللي بتعمله، فانت بتوفر على نفسك تكاليف كتير. خلاص. وجريتر سكيلابيلتي، يعني ايه جريتر سكيلابيلتي؟ قلنا الاول موبيليتي، يعني اقدر اوصل البيانات في اي حته. افيشنسي، ان انا مش مهتم بان انا اراقب البيانات دي او اراقب السيرفر اللي عليه البيانات دي، هم بيتولوا صيانه وتظبيط الموضوع ده. سكيلابيلتي يعني ايه؟ انا جيت دلوقتي قلت لمايكروسوفت انا هشتري منك مساحه على سيرفراتك مثلا 100 جيجا احط عليهم بياناتي. خلاص كده. كويس قوي. جت في فتره مش محتاج ال 100 جيجا دول، محتاج 50.
خلاص كده، يبقى هقول له يا باشا بدل ما كنت بدفع لك مثلا 100 جنيه في ال 100 جيجا هدفع لك 50، وكده كده انا وفرت على نفسي، بدل ما ادفع لك 100 هدفع لك 50 جنيه، يبقى انا كده ممكن ان انا اتحكم في تكلفة التخزين. انا جيت دلوقتي بياناتي كتير هدفع لك كتير، بياناتي قليلة هدفع لك قليل عشان اخزنها. على عكس لو حضرتك عندك فايل سيرفر في الشبكة، انت جبت فايل سيرفر، اشتريت سيرفر وحطيت فيه هاردات وحطيت عليه نظام، تمام كده، والهارد ده مثلا 2 3 4 5 تيرا، وحطيت له كهرباء، كل ده تمام خلاص كده، وخزنت عليه بيانات يا عم 2 تيرا، جت في فتره خلاص مش محتاج تخزن الكم ده بالبيانات، هتبيع السيرفر؟ هتعرف تغير الهاردات اللي عليه السيرفر؟ هتعرف تغير النظام عليه السيرفر؟ لا مفيش، خلاص انت هتضطر، هو ثابت عندك، ال 2 تيرا موجودين، هتستعملهم غصب عنك، ولو مش هتستعملهم هيفضلوا فاضيين، مش هتعرف تستفيد بيهم. فبالتالي لا، هو هنا جريت سكيلابيلتي بمعنى ان هو حاجه اسمها مخصصه جدا في الخدمات السحابيه دي، اللي هي ايزور او وان درايف او وان او جوجل درايف، ان انت بتدفع على قد اللي بتستعمله، وممكن تتوسع في استعمال الخدمه، يعني ممكن تقول له النهارده انا عايز 100 وهدفع لك ثمن ال 100 اللي انا باخدهم، الشهر الجاي عايز 200 هدفع لك ثمن ال 200 اللي انا باخدهم، جه الشهر اللي بعده انا عايز 50 بس هدفع لك ثمن ال 50 اللي انا ايه اللي انا بستعمله. فحاجه اسمها سكيلابيلتي، سكيلابيلتي انا ممكن اتوسع زي ما انا عايز، عايز مساحه تخزينيه كبيره ممكن اخد اللي انا عايزه من مايكروسوفت، عايز مساحه تخزينيه قليله برضه ممكن اعمل الكلام ده، وفي المقابل بدفع فلوس. خلاص، عكس لما انا ابقى عندي حاجه زي ما بقول لك كده، جبت سيرفر عملته فايل سيرفر حط عليه 2 تيرا. خلاص كده، جت البيانات فعلا وقت ما استعملت الفايل سيرفر ده كانت بياناتي 2 تيرا كلها، جه وقت البيانات بقت 1 تيرا. هعمل ايه بقى في ال 2 تيرا ال 1 تيرا الزياده دي؟ هشيل الهارد ديسك من السيرفر؟ لا مش هينفع، هو ثابت في مكانه. فميزه استعمال او ان انا اخزن البيانات على سيرفرات سحابيه او سيرفرات خارج شبكتي زي مثلا جوجل درايف او وان درايف او ايزر او اي دبليو اس، جريتر موبيليتي، اقدر اوصلها من اي مكان، جريتر افشنسي بمعنى ان انا مش هبقى شايل هم ان انا اعمل صيانه للسيرفرات او الانظمه اللي عليها البيانات بتاعتي، جريتر سكيلابيلتي ممكن اتحكم بقى اوسع مساحه التخزين دي وقت ما انا عايز وانقصها وقت ما انا عايز وادفع في مقابل اللي بستعمله. حاجه اسمها اون ديماند، حاجه اسمها دي اللي بتميز كل الخدمات السحابيه زي ايزور وزي اي دبليو اس وزي وان درايف وزي جوجل درايف، اللي هو الدفع عند الطلب او الدفع تدفع اللي انت بتستعمله. طيب يبقى اول نقطه، ايه مميزات استعمال الحاجات او استعمال التخزين السحابي؟ طيب في حاجه يا جماعه من الحاجات المهمه جدا في الوثيقه دي، وانا اتمنى ان انتوا تبصوا عليها كويس قوي، لانه الوثيقه دي مش مجرد انها اللي هي دوره حياه البيانات اللي مقدماها الحكومه السنغافوريه. على فكره يا جماعه الوثيقه دي متقدمه من وزاره اللي بيسموها الوزاره زي وزاره الاجتماعي كده، عارف احنا عندنا وزيره اسمها وزيره التنميه الاجتماعيه او وزيره الحاجه الاجتماعيه، هم عندهم ناشونال كونسل اوف سوشيال سيرفيس، حاجه برضو ليها علاقه بالتامينات الاجتماعيه او بالخدمات الاجتماعيه، الوزاره اللي هناك عامله الوثيقه دي. طيب هو هنا بيقول لك ايه؟ هنا مش مجرد بيشرح دوره بيانات المعلومات وبس، بيقول لك شويه حاجات تانية. انا عايز مثلا تتوسع في قرايه المواضيع دي، بيديك شويه موارد معلومات زياده. يعني ايه؟ بصوا مثلا هنا اهو، هنا بيقول لك ان انت لازم تامن بياناتك وقت لما تبقى متخزنه، وقت لما تكون بتتنقل. هنا وثيقه، هو عامل وثيقه اسمها سايبر سيكيورتي اسينشلز، اساسيات التامين ضد الاختراق، وجايبها لك على موقع عايز تخش تبص عليها. اهلا وسهلا، راجل مديك وثيقه عايز تامن نفسك ازاي ضد الاختراق، ماشي مفيش مشكله خالص، بيديك لينك معينه تروح تجيبها. خلاص كده. طيب حاجه كمان هنا مثلا على سبيل المثال بيديك لينك تانية، ايه مميزات التخزين على السحاب، دي وثيقه، وايه الديس ادفانتجز، ايه المساوئ التخزين على السحاب، دي ليها مساوئ، ليها مساوئ، دي لينك ودي لينك، سعادتك ممكن تخش تبص عليهم زي ما انت عايز. خلاص كده. مثلا ايه الفرق ما بين التخزين على سيرفرات جوه الشبكه وتخزين سيرفرات على السحاب، دي لينك ثالثه، حاجه يعني في منتهى الجمال، الراجل حاطط لك كميه حاجات كتيره جدا ممكن تستفيد بيها. عايز تقرا زياده، انا هسيب لكم الوثيقه دي في لينك على جوجل درايف تحت في الوصف بتاع الفيديو، عايز تبص عليها اهلا وسهلا. خلاص كده. طيب نرجع تاني للوثيقه بتاعتنا. خلاص، اول حاجه قلنا نخزن البيانات، واول نقطه تخزين البيانات على السحاب، وايه مميزات تخزين البيانات على السحاب. طب كويس قوي، قررت ان انا اخزن بياناتي على السحاب، هختار مين، مايكروسوفت ولا جوجل ولا اي بي ام ولا اوراكل ولا مين بالظبط، على اي اساس هختار؟ هنا الراجل حاطط لك شويه حاجات لازم على اساسها وانت بتختار لازم تحدد. مثلا قلت عندي مايكروسوفت وعندي جوجل وعندي اي بي ام، تيجي تقول له ماشي يا جماعه انتوا دلوقتي هل انتوا
الخدمات بتاعتكم ماشيه تبع القوانين اللي في البلد اللي انا فيها؟ يعني على سبيل المثال في بعض البلاد مثلا ما بتهتمش، او سوري مش بعض البلاد، في بعض المؤسسات اللي بتخزن عليها البيانات دي مش مهتمه بحمايه البيانات الشخصيه للمستخدمين او حقوق الملكيه الفكريه. زي مثلا لو انت عايز تخزن حاجتك على مثلا يعني على سيرفرات في الصين، الصين ما عندهمش حقوق الملكيه الفكريه، يعني ساعات ممكن تحط بياناتك عندهم واخد بالك ازاي وتتسرب او تسرق وهو ما لهوش اي نوع من انواع المسؤوليه. طبعا ده غلط. لو انا مثلا على سبيل المثال عندي مايكروسوفت وعندي جوجل مثلا وعندي مثلا هواوي في الصين مثلا برضو عامل سيرفرات تخزن عليها بياناتك، فلازم اسال الاول. انا عارف ان الحكومه الصينيه ما بتهتمش بموضوع الملكيه الفكريه، او لو بياناتك اتسرقت ما بيتحطش عليه مسؤوليه، فما اختارش الراجل ده، اختار اللي قوانينه تمشي مع قوانيني. تمام. انا مثلا في بلدي مثلا على سبيل المثال في مصر عندي حقوق ملكيه فكريه خلاص، او انا مثلا عندي بياناتي عليها حقوق ملكيه فكريه او بياناتي حساسه، فلازم لما اجي اخزنها على حاجه بره لازم ابقى برضه الراجل اللي بتعامل معاه ده لازم يبقى عارف القوانين اللي عندي خلاص كده. انا قوانيني ماشيه ازاي؟ على سبيل المثال ممكن تكون قوانين عندك في البلد مثلا يعني بتمنع تخزين مثلا، انا بفترض جدلا يعني ان انت عندك في مصر قانون مثلا بيمنع تخزين البيانات اللي ليها علاقه بوزاره الداخليه بره. انت مثلا راجل او مثلا يعني على سبيل المثال انت عندك مثلا تعامل مع وزاره الداخليه مثلا، في شويه بيانات انت خاصه بالشركه بتاعتك بتعاملها مع وزاره الداخليه، هل تنفع تاخد تحط البيانات دي على جوجل او مايكروسوفت؟ لا ما ينفعش. فلازم تمشي، لازم البروفايدر بتاعك لازم تعرف يمشي تبع قوانينك، يعرف القوانين اللي عندك. مثلا هقول لك على حاجه تانية، ممكن تكون القوانين عندك مثلا على سبيل المثال في مصر بتمنع تعاملاتك مع مايكروسوفت من الاساس، في قانون عندك بيمنع التعامل مع مايكروسوفت في الاساس، فخلاص مش هتتعامل مع مايكروسوفت، هتلغيه، هتتعامل مع مثلا جوجل او ايا كان. الصين مثلا في بعض الاحيان كانت مانعه خالص جوجل ان حد يستعمل مثلا يستعمل السيرش بتاع جوجل في في في, في بلادها، مانعين قانون طالع. فلازم الراجل اللي هتتعامل معاه لازم تكون انت عارف القوانين بتاعته ايه، او لازم الراجل البروفايدر اللي انت هتتعامل معاه اللي هيديك التخزين ده لازم يكون عارف قوانين بلدك ايه. خلاص دي اول حاجه. تاني حاجه لازم تعرف هو الراجل ده لما هتخزن بياناتك عنده ايه اجراءات الامن اللي هو بيتخذها عشان يامن بياناتك دي. خد بالك ما هو بياناتك دي مش تبقى عندك انت في شبكتك، تبقى عنده هو، فلازم اعرف هو انت دلوقتي مامن بياناتي دي ازاي، مشفرها تشفير كويس، اعرف ايه اللي انت او اعرف انت مشفرها باي انواع تشفير، مأمنها باي انواع تامين، لازم الكلام ده كله اعرفه عشان على اساسها اعرف خلاص هعرف اختارك انت ولا اختار حد تاني. فاحنا بنتكلم على ان لازم يكون الاول تعرف اذا كان الراجل البروفايدر ده او بنكلمها كلاود سيرفيس بروفايدر، الراجل ده قوانينه ماشي مع قوانين بلدك ولا لا خلاص، وتعرف هو بيستعمل ايه اساس الانظمه التامين اللي عنده، بيامن دنيته ازاي خلاص كده، بيأمن دنيته ازاي. خدوا بالكم برضه يا جماعه في حاجه مهمه جدا، انت دلوقتي لما هتيجي تتعامل مثلا هتحط حاجتك على جوجل درايف او على وان درايف خلاص، بياناتك بقت بره خلاص. طب هتخش عليها ازاي؟ على اجهزه من جوه شبكتك او اجهزه مثلا في البيت، اجهزه مستخدمين في البيت، او مثلا واحد قاعد في كافيه يخش على البيانات دي. فلازم اللابتوب او الجهاز او التليفون هيخش عليه الراجل على البيانات دي بره لازم تكون مأمنه. يعني ما ينفعش ان انا دلوقتي احط بياناتي على جوجل درايف مثلا، خلاص جوجل البيانات عندها متخزنه، اجي انا بقى عشان اخش على البيانات دي من تليفوني مش متأمن، فهي واحد يخترق تليفوني وبعد كده يخش يخترق بياناتي على جوجل، خلاص خلصت. لا، لازم تأمن البيانات من الاتجاهين، من ناحيه جوجل ومن ناحيتك انت، من ناحيه الشخص اللي بيدخل. فلازم برضو حاجه زي كده تبقى مهمه، لازم تتفق مع السيرفيس بروفايدر ده تقول له يا باشا دلوقتي انا هخش على البيانات دي، انا عندي ناس مثلا شغاله بتليفونات من البيوت، وعندي ناس شغاله بلابتوبات على كافيهات مثلا او شغاله بلابتوبات بره الشركه، وعندي ناس شغاله باجهزه جوه الشركه، ازاي امن كل دول عشان يدخلوا على بياناتك انت؟ يقول لك لازم مثلا نستعمل مثلا بروتوكول التشفير او ان انت تشفر اتصال ما بيني وما بينك، هيقترح عليك ويقول لك هتعمل كذا وكذا، وانت طبعا لازم بطبيعه ولو هو اساسا ما اقترحش عليك الكلام ده لازم انت تامن الاجهزه دي اللي بتخش على البيانات على السيرفرات اللي بره زي سيرفر جوجل او سيرفر مايكروسوفت. طب هامنها ازاي؟ اتكلمنا ازاي نامن الويندوز 10 وازاي نامن الويندوز 11 وازاي نامن البراوزر الايدج. ما هو انت هتخش على بياناتك دي ازاي؟ عن طريق متصفح. فاحنا قلنا ازاي نامن المتصفح وازاي نامن الاوفيس، كل الكلام ده كله اتكلمنا فيه. تمام. طيب يبقى نرجع نقول تاني تخزين البيانات. اول معلومه ان انا ايه فوائد ان انا اخزن بياناتي على السحاب، وازاي اختار، تاني خطوه ازاي اختار
مورد الخدمه دي على اي اساس اختار؟ هختار اي بي ام ولا اختار مش عارف ايه ولا اختار مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ خلاص كده كل الكلام ده قلنا. عشان نختار نحدد لازم الاول اعرف الراجل اللي هو بيقدم لي الخدمه دي او المساحه التخزينيه على السيرفرات بتاعته دي، هل هو بيتبع قوانين اللي في البلد عندي، ماشي قوانين بتاعتي مثلا بتحظر تعاملي معاه، هل هو بيتبع اجراءات لتامين بياناته صح؟ لو انا خزنت بيانات شخصيه عنده، شخصيه دي ليها علاقه مثلا بمرتبات الموظفين او معلومات شخصيه موظفين، هل هو بيتكفل بتامينها؟ ده برضو حاجه مهمه جدا، مهمه جدا الكلام ده. وفي نفس الوقت هقول لكم على حاجه كمان، مثلا خلاص الراجل انت كلمته مثلا قال لك يا باشا انا دلوقتي قوانيني ماشيه مع قوانين البلد عندك، يعني مفيش ما يمنع تعاملي معاك خلاص، وبامن بياناتي كويس خلاص كده، وبياناتك الشخصيه في عيني هحفظها لك، بس تكتشف مثلا مايكروسوفت بتتعامل مع جهه تانية، الجهه التانية دي تمام ما بتلتزمش بقوانينك او ما عندهاش تامين كويس لبياناتك، ما دي مصيبه. مايكروسوفت ما دلوقتي جيت مثلا على سبيل المثال هشرح لكم مثلا، مثلا مايكروسوفت مثلا انت بتحط بياناتك على سيرفرات في امريكا خلاص، هي عشان تضمن البيانات دي تبقى على طول موجوده بياخد نسخه من البيانات بتاعتك دي على سيرفر في امريكا، حطه مثلا سيرفر في الصين، سيرفر في اليابان، عشان لو السيرفر بتاعه وقع تقدر تاخد بياناتك من سيرفرات تانية في بلاد تانية. نفترض بقى ان معلومات بتاعتك دي في نسخه من على سيرفرات في الصين، ما دي مصيبه لان الصين اساسا مثلا ما بتلتزمش بتامين بياناتها وما عندهاش قوانين لحمايه الملكيه الفكريه او اللي مش عارف ايه، فده يعتبر مصيبه برضه. ممكن يكون هو بيلتزم بس ناس تانية شركاء ليه ما بيلتزموش. طب اعرف منين؟ مايكروسوفت طبعا يا جماعه ذكيه في القصه دي، السيناريو بتكلم عليه ده ممكن ما يكونش موجود، انا بتكلم على حاجه افتراضيه. مايكروسوفت بتلتزم بالمواضيع دي كلها، ان كل شركائها لازم يلتزموا بسريه البيانات وتامين البيانات، وفي بروتوكولات وفي حاجات كتير قوي لتامين البيانات، ده موضوع ما فيهوش هزار يعني. عشان كده الناس دايما اغلب الوقت بتخزن بياناتها على ايزر او على وان درايف او على جوجل درايف، لانه عارفين ان الناس دي ما بتهزرش في سريه البيانات وتامين البيانات. خلاص كده. طيب يعني احنا قلنا ايه دلوقتي؟ تهنا كل اللي بنقوله دلوقتي ان احنا واحنا بنخزن البيانات لازم ان احنا نختار، لو اخترنا اختيار ان احنا نخزن بياناتنا على السحاب يبقى لازم ان احنا نعرف ايه مميزات الكلام ده وايه عيوب الكلام ده، ونختار ازاي نختار ما بين اللي بيوفروا لي الخدمه دي، اختار مايكروسوفت ولا اختار جوجل ولا اختار اي بي ام ولا اختار ايا كان. في طريقه للاختيار، هو هنا الراجل شارحها بيقول لك ازاي ان انت تختار، وقلنا اتكلمنا في الموضوع ده. طب نيجي للخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه هنا اللي هي ايه؟ الخطوه الثالثه هنا ازاي نخزن البيانات. خليكم كده معايا ثواني، نيجي هنا للحته دي. طيب قلنا هنخزن البيانات، طبيعي خلاص هنخزن البيانات، هاخد انا بياناتي احطها على سيرفر جوجل او سيرفر مايكروسوفت، ماشي. كنت لسه بتكلم دلوقتي ان عشان اخش على البيانات دي على السيرفر اللي في امريكا هخش عليها من لابتوب في بيتي او جهاز في الشركه او موبايل وانا قاعد على الكافيه، لازم كل الاجهزه دي تمام تكون متامنه. اللابتوب اللي عليه النظام اللي هيخش على السيرفرات في امريكا دي لازم يكون متامن، ويندوز 10 متامنه. التليفون اللي انا قاعد دلوقتي في الكافيه وهاخده واطلع الانترنت من كافيه واخش على سيرفرات جوجل اللي عليها البيانات بتاعتي لازم اكون مامنه، والجهاز اللي في شركتي لازم اكون مامنه. حاجه اسمها اند تو اند سكيورتي ميجرز، لازم ان انا امن بياناتي اثناء انتقالها. خلاص جوجل خلاص مخزنه بياناتك ومشفرها ومامناها تمام، عشان اخش على البيانات اللي متخزنه في سيرفر جوجل ده لازم ان انا اخش عليها من تليفوني او من اللابتوب بتاعي او كذا، وبعد ما هخش عليها هيتم نقل بقى البيانات. يعني دلوقتي هخش على بياناتي في جوجل، ما هبتدي بقى انقل اخد بياناتي من والي، يعني بيانات من جوجل هتروح من سيرفر جوجل تجيلي وبعدين تيجي من عندي تطلع لسيرفر جوجل مثلا، فلازم امن الاتصال ده. هو الراجل بيكلمك هنا لازم ان انت تامن الاتصالات دي، كل الاطراف دي التليفون واللابتوب والجهاز لازم يكونوا متامنين. قلنا متامنين ازاي؟ نامن الانظمه اللي عليهم، لابتوب على ويندوز 10 امنه، وشرحنا في السيريز دي او السلسله دي ازاي نامن ويندوز 10. مثلا التليفون عليه اندرويد اعرف ازاي امن الاندرويد، عليه لينكس اعرف ازاي امن اللينكس. ومش كده وبس، الاتصال ما بيني وما بين سيرفر جوجل لازم يكون HTTPS، وده طبيعي جوجل عمرها ما هتخليك تاكسس عليها على حاجتك على السيرفر بتاعك لما يكون الاتصال ما بينك وما بينها متشفر. طيب نشوف ايه طرق تامين الاجهزه. عايز امن اللابتوب، عايز امن التليفون، عايز امن الكلام ده خلاص كده. في طرق كتير جدا للتامين اتكلمنا عليها، يعني اغلبها
اتكلمنا عليه في السلسلة دي، أأمن الويندوز 10 ازاي؟ حكيت لكم ازاي نأمن تأمين الويندوز 10. تويد تأمين الويندوز 11، ازاي نأمن تأمين الويندوز 11، ازاي مثلا أأمن التليفونات. دي بقى هنا ممكن اديكوا هنا وثيقة راجل هنا كاتبها، خلاص يعني هنا على سبيل المثال هنا بيقول لك ايه، في كذا وثيقة ان انت مثلا ازاي تأمن الأنظمة، هو راجل هنا كاتب لك ازاي تأمن الأنظمة في شبكتك. طبعا انا اتكلمت عليها، قلنا وزارة الدفاع الأمريكية مدياك كمية توصيات لتأمين الويندوز سيرفر وتأمين الويندوز 11 وتأمين الأوفيس وتأمين البراوزرات زي الإيدج والكروم والفايرفوكس وتأمين الأكتف دايركتوري. كل ده هو هنا راجل بيقول لك استعمل بقى حاجة تأمن الأنظمة اللي عندك. خلاص قلنا الكلام ده ازاي. تأمين اللابتوبات، اللابتوب على ويندوز 10 اتكلمنا عليه. تأمين التليفونات هقول لكم دلوقتي على وثيقة لتأمين التليفونات. تأمين الشبكة نفسها من جوه عندك انت، في طبعا الفاير وول بقى والكلام ده، كل ده يعني برضو مع الوقت احنا اوريدي ممكن نكون عاملينه. خلاص ليه كل الكلام ده كله؟ عشان أأمن نقل البيانات من عندي. انا دلوقتي هنقل بيانات او هخش على بيانات من جوه، من جهاز من جوه شبكتي على سيرفر بره شبكتي، فلازم البيانات اللي خارجة من عندي تبقى متأمنة. خلاص اتصال لما تخرج من عندي تبقى طالعة متأمنة، وجوجل من الناحية التانية يبقى مأمن من الطرف التاني، والاتصال ما بيني وبين جوجل يبقى متامن. خلاص طيب، في دلوقتي كميه وثائق، يعني نيجي هنا اهو كده مثلا اوريكم، خليني اوريكم الوثيقه دي. الراجل بيتكلم على ايه؟ بص يا سيدي، هنا الراجل بيتكلم على اهو مثلا ممكن ان انت ازاي ان انت تامن البيانات. بص يا سيدي اهو، هنا في وثيقه زي ان انت تامن التليفونات ومش عارف داتا بروتكشن فور سكيورنج الكترونيك بيرسونال داتا. هنا بقى بيقول لك ازاي تامن بياناتك على التليفونات، على مش عارف ايه، وثيقه ثانيه ازاي تامن الانظمه اللي في شبكتك، ازاي تامن الشبكات اللي في شبكتك، شبكه مثلا عليها سيسكو مش عارف ايه، كل الكلام ده كله موجود. خلاص كده الكترونيك بيرسونال داتا، يعني كل ده مثلا في هنا وثائق كتير جدا ممكن تدوس عليها جوه اللينك ده تقول لك ازاي تامن البيانات بتاعتك. خلاص عارفين موضوع التامين ده، فهمنا. خلاص يبقى تامين البيانات المستخدمه دي لازم اامن الأجهزة اللي هتخش على بيانات المخزنة على السحاب. خلاص كده؟ طيب ومن ضمن برضو الحاجات المهمة جدا في مسألة تأمين البيانات أنا أخد باك اب من البيانات بتاعتي. خلاص كده؟ طبعا سوري يا جماعة، بعد إن أنا خلاص قلت مثلا إن أنا خلاص أمنت الويندوز 10 والويندوز 11 ومش عارف إيه كل الكلام ده كله، لازم برضو حاجة من ضمن تأمين البيانات المتخزنة إن أنا أعرف مين اللي هيدخل على البيانات دي. يعني أنا دلوقتي مخزن بيانات على جوجل مثلا أو على ون درايف، لازم أحدد مين له صلاحيات يخش على المعلومة دي. يعني ما تبقاش بطاطا هردبيطه كده زي الفايل سيرفر، انا بحدد مثلا ان اللي هيخش على الملف ده مجموعه من الناس. لازم برضو لو هخزن بياناتي على جوجل درايف او على ايزر او كذا، لازم احدد مين له صلاحيه يخش على البيانات دي. خلاص كده ده برضو جزء من تامين البيانات على سيرفرات الخارجيه. طيب نيجي لايه كمان؟ نيجي لايه كمان؟ هقول لحضراتكم نيجي لايه كمان. خلاص قلنا تخزين البيانات، يبقى احنا قلنا هنخزن البيانات. قلنا البيانات ليها حالتين، وهي بتتنقل، قلنا تخزين البيانات وهي بتتنقل من لابتوب مثلا لسور سيرفر جوجل، هأمن الاتصال ما بينه وبين سيرفر جوجل، وهأمن النظام اللي على اللابتوب. خلاص كده، وهأمن النظام اللي على التليفون، وهأمن النظام اللي على الجهاز ويندوز 10 ويندوز 11 اندرويد، هأمنهم. خلاص كده. طيب دلوقتي الجهاز اللي انا بستعمله ده دخل على سيرفر جوجل مثلا يشوف بيانات، انا مثلا قاعد على اللابتوب بتاعي دخلت على جوجل درايف عشان اشوف البيانات اللي مخزنه على جوجل درايف. خلاص كده، ايه اللي بيحصل؟ ان انا دلوقتي اخدت حاجه من على جوجل درايف دي حطيتها على اللابتوب بتاعي واشتغلت عليه. مثلا عندي اكسل شيت على جوجل درايف، دخلت جبتها عملت منها كوبي وحطيتها على الجهاز بتاعي، اشتغلت وعدلت فيها وبعدين رفعتها تاني. خلاص كده. طيب اثناء تخزين البيانات عندي على اللابتوب، ما انا اخدتها من على جوجل درايف وخزنتها عندي، لازم البيانات دي تكون متشفره. يعني اللابتوب بتاعي او التليفون بتاعي او الجهاز اللي في شبكتي لازم يكون كل البيانات اللي عليه تتشفر، يبقى عليها بيت لوكر. خلاص. طيب يبقى انا دلوقتي وانا بكلم سيرفر جوجل انا مأمن اتصال ما بيني وما بينه، شغال HTTPS، اتصال ما بيني وبين السيرفر HTTPS، والنظام اللي عليه اللابتوب متأمن ويندوز 10 او ويندوز 11، والبيانات اللي على الجهاز متشفره بايا كان، متشفره مثلا ببيت لوكر او ايا كان. خلاص كده. وكمان عشان اضمن البيانات دي ما حدش يدخل عليها غيري، انا برضو حاطط ان مثلا كريم يخش على حاجته جوجل درايف، احمد يخش على حاجته جوجل درايف. خلاص كده. طيب يبقى انا كده يعني مأمن نفسي تأمين كامل. هعمل انكريبشن لبيانات، ماشي، وهعمل حاجه اسمها هاشنج. خلاص كده.
بيانات هاشنج وانكريبشن، خلاص معروف يعني من الاخر كده، بيقول لك هتشفر بياناتك. خلاص ممتاز جدا 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 جدا، ده شيء في منتهى الجمال. يعني كده نيجي هنا اهو، ثواني يا جماعه. طيب ماشي، يبقى انا دلوقتي هشفر البيانات اللي على اللابتوب، وهشفر البيانات اللي على التليفون، وهشفر مش عارف ايه. طب كويس قوي قوي، هل التشفير كفايه؟ لا، لازم يكون الجهاز اللي انا بستعمله يكون عليه انتي فايروس، ويكون عليه حاجه تحميني من الاختراق. هو مش كفايه ان بياناتك تكون متشفره، ما هو ممكن هاكر يخش يخترق جهازك، البيانات مش شفره، يسرقها وممكن يفكها بعدين، انما انا عايز كمان امن ان هو ما يدخلش على الجهاز ده او اللابتوب او التليفون. فلازم يكون اللابتوب عليه انتي فايروس وعليه فاير وول او جدار ناري عشان يحميني من الاختراق. تمام، وفي حاله اذا حصل اختراق الجهاز لازم يتبعت للاي تي بتاعي يقول ان حصل كذا. خلاص كده بلاش. ولو حصل مثلا حد اخترق جوجل على سبيل المثال، داتا لازم جوجل تبعت لي تقول لي ان حصل اختراق. خلاص كده. طيب يعني تامين البيانات مش مجرد ان انا اامن اللابتوب اللي عليه اللي انا بستعمله عشان اكونكت على البيانات في السيرفر، يعني انا اامن الويندوز 10 او الويندوز 11، مش انا اشفر البيانات بس، لا احط عليه انتي فايروس كمان عشان احميه ضد الاختراق. تمام، وان برضه لو حصل اختراق لبياناتي جوجل ملزومه انها تبلغني تقول لي ان حصل اختراق لسيرفراتنا مثلا على سبيل المثال. فنجمع بياناتنا، قلنا ان المعلومه الثالثه هنا دي اللي هي ايه، ازاي نحمي بياناتنا المخزنه. قلنا نحمي بياناتنا المخزنه بان احنا اول حاجه نحمي الجهاز اللي هنستعمله عشان نخش على البيانات دي بره، اللابتوب او التليفون او ايا كان، ونشفر البيانات اللي موجوده على التليفون ده، ونامن النظام اللي على التليفون ده. خلاص، اامنه بان انا اعمل تامينات مثلا وزاره الدفاع الامريكيه تامينه ويندوز 10، وامنه بان يبقى عليه انتي فايروس محترم، وبامنه برضو انه احط عليه حاجه تراقب التغيرات اللي بتحصل، حاجه اسمها انتروجن ديتكشن سيستم، لازم برضو اكون حاطط الحاجه ده على التليفون. خلاص كده، ففي طرق كتيره جدا لتامين البيانات. واحده من ضمن التامين ان بيبقى عندي باك اب تامين، او عندي باك اب وعندي نسخه احتياطيه من بياناتي. طبعا في حالات لو اتخزنها على السحاب خلاص كده مش محتاج مساله الباك اب دي، هم بيكبوا لك الحاجه. بس احتياطي احتياطي لازم يكون عندك برضو نسخه احتياطيه على جنب كده، خلاص تخزن برضو بيانات المستخدم على جنب كده، يكون حاططها مثلا على شريط، على اسطوانه، على هارد ديسك. هو من ضمن التامين هنا بيقول لك ان انت برضو عشان تامن لازم تعمل باك اب من البيانات، احتياطي تعمل باك اب عندك من البيانات. هو صحيح لو انت حاطه على الكلاود زي ما هم بيخزنوا البيانات دي، بس انت اضمن يا عم، خد نسخة احتياطية عندك انت، حطها على شريط، حطها على اسطوانة، حطها مش عارف ايه، كل الكلام ده كله مهم. طيب وهنا بيقول لك التخزين لازم برضو تبقى عامل اساس للتخزين عندك، هتخزنها على اي نوع من انواع التخزين، على اسطوانة، على فلاشة، على ايا كان، معرفش طبعا. نوع البيانات اللي هتخزنها دي هتخزنها كل قد ايه؟ يعني هتعمل باك اب كل قد ايه؟ خلاص؟ وهتخزنها فين؟ كل الكلام ده كله مهم. خلاص كده؟ طيب وبرضو من ضمن طرق لحمايه البيانات، هنا لازم ابقى عندي نظام كويس جدا لان انا لو تم اختراقي ازاي ان انا اسجل الكلام ده، وازاي ان انا احفظه بحيث ان لو حصل او ان انا اراجعه بعد الاختراق. لازم يكون عندي حاجه اسمها نوع من انواع ان انا اسجل الاختراقات دي، نظام للتسجيل، لو حصل اختراق ازاي اسجل البيانات او اسجل الاختراق ده بكل تفاصيله عشان بعد كده اقدر اقراه واستفيد بيه، وان انا امن نفسي بعدين. حاجه اسمها incident response and reporting. تمام، incident response and reporting. خلاص كده، لازم انا اكون عندي حاجه اقدر اسجل بيها اختراقاتي. وبالمناسبه يا جماعه برضو، افرض ان حصل مثلا اختراق لجوجل، جوجل لازم تبعت لك في خلال مده معينه، تقول مثلا تم اختراق، هو لازم يبلغوك، يعني مش تبقى انت تعرفه من الانترنت. مثلا حصل اختراق سيرفر جوجل، تبعت لك في خلال يومين تقول لك حصل اختراق لكذا وكذا 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 وكذا، واحنا شغالين في الموضوع ده، وان انت هيتم انت مثلا متاثر بالموضوع ده. خلاص كده، فلازم يبلغوك، ده موضوع ما فيهوش هزار. برضو من ضمن الاختراق، من ضمن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، ان لازم وانت بتختار البروفايدر اللي يعني هتحط عليه بياناتك، او هتستعمل مايكروسوفت او جوجل او اي بي ام، لازم يكون عنده نظام للتبليغ. لو حصل اختراق لازم يبلغك، يقول لك في مده محدده. طيب ايه برضو طرق تامين البيانات؟ قلنا تامين البيانات نشفرها، نشفر الاجهزه اللي عليها البيانات، نشفر الاجهزه اللي بتتصل على السيرفرات اللي عليها البيانات، كل ده اتكلمنا فيه، ناخد باك اب. تمام، كل الكلام ده كله موجود. وفي نفس الوقت تعليم الناس، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الناس اللي عندي في الشبكه عندي لازم كل اسبوع ابعت لهم كده زي ماده تعليميه، يا جماعه اساليب الاختراق كذا، والهاكرز ممكن يضحكوا عليك، وممكن واحد يكلمك في التليفون يقول لك ده انا من البنك مثلا، الباسورد بتاعتك مش عارف ايه، واحد يبعت لك ايميل. لازم افهم الناس طرق الاختراقات الكتير، تعليم الناس، تبعت لهم ايميلات،
شهريه اسبوعيه، بطرق الاختراقات واساليب الاختراقات الجديده، وازاي انا امن نفسي، ازاي انا بقى واعي ما اديش معلومه لحد ما اعرفهاش، ما افتحش لينك في 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 ايميل ما اعرفوش. كل الكلام ده كله مهم. التعليم، اعلم الناس من ضمن وسائل حمايه البيانات المخزنه، ان انا اعلم الناس بطرق الاختراق، واعلم الناس ازاي يامنوا بياناتهم. يامنوها مش ان هم مثلا يشفروها، لا، يامنوها ان هم ما يدوش المعلومه لحد بسهوله، يبقوا حريصين وهم بيطلعوا المعلومه بتاعتهم، يعرفوا ان المعلومه دي ما يديش مثلا باسورد لحد، لازم يامن بياناته الشخصيه، هو يبقى عارف. تمام كده؟ طيب، يعني من الاخر كل دي طرق لتامين البيانات. نرجع نعيد، تامين البيانات ايه؟ ايه المميزات؟ التخزين على السحاب، وازاي نختار موفر الخدمه دي او الكلاود سيرفيس بروفايدر، وايه طرق تامين البيانات المخزنه، اتكلمنا فيها كتير قوي. وفي الاخر خالص فكره انه تامين البيانات الشخصيه. تامين البيانات الشخصيه، قلنا انت طالما بتخزن بيانات شخصيه على سيرفرات خارجيه، يبقى لازم يكون الراجل اللي بتخزن عنده البيانات دي عليه التزامات معينه. اولا لازم يعرف انه لو حصل تسريب للبيانات دي هو مسؤول قدامك، ان هو يعوضك. خلاص كده، هو يعوضك عن الكلام ده باي تعويض ايا كان. تمام؟ وملزوم يعني لو حصل اختراق هو لازم يعوضك، ولازم يحمي البيانات طبعا، اكيد يعني ده من ضمن الحاجات. البيانات الشخصيه لازم ان هو يحميها ويامنها. خلاص كده، يامنها ازاي بقى؟ انا ما اعرفش. يامنها، ياخد منها باك اب، يامنها، يشفرها، ما يخصنيش. خلاص كده، اهم الكلام ده كله ان هو لازم الراجل اللي انت بتخزن عنده بياناتك الشخصيه دي، لازم مايكروسوفت تبقى ملزمه انها تحمي البيانات دي، ولو حصل اختراق هي المسؤوله برضو انها تعوضك عن الحكايه دي. خلاص. ومن ضمن الحاجات برضو ان انت تحمي بيانات الشخصيه، يعني انت دلوقتي هو بيقول لك انه لازم تحمي بياناتك الشخصيه، خلاص هكلم مايكروسوفت، يا جماعه انتوا ايه اجراءاتكم؟ طب لو حصل كذا، لو اتسربت المعلومات دي، يبقى احنا هنعمل لك كذا، لو مثلا طرق التامين بتاعه البيانات بتاعتنا كذا. طيب، في بعض الحاجات في سنغافوره بيسموها داتا بروتكشن تراست مارك. يعني ايه؟ يعني الشركه اللي واخده الشهاده دي اعرف انها مامنه بياناتها زي الفل، زي الايزو كده. خلاص، فانت ممكن تاخد الشهاده دي او تتعامل مع الناس اللي تاخد الشهاده دي. خلاص كده، يعني لو انت مثلا شايف الشركه الفلانيه معاها الشهاده دي، اعرف انها موثوق في بياناتها، البروفايدر اللي معاه الشهاده دي اعرف انه موثوق في بياناته. خلاص كده، ممتاز كده. ده باختصار تخزين البيانات. نرجع نعيد كده بريف او اختصار سريع. تخزين البيانات، قلنا تخزين البيانات البيانات فيها 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 حالتين، يا اما في حاله ثبات او متخزنه، او في حاله انتقال، لازم اامن البيانات في الحالتين دول. طيب، عايز اخزن بياناتي، لو خزنتها على السحاب، يبقى ايه بقى ايه مميزات التخزين على السحاب؟ قلنا طيب، مين اللي هختاره عشان يقدم لي الخدمه دي؟ مايكروسوفت ولا جوجل ولا اي بي ام ولا مين؟ وازاي مختار ما بينهم؟ اتكلمنا في الحكايه دي. ازاي اامن البيانات؟ قلنا في طرق كتيره جدا لتامين البيانات. تمام، تامينها اثناء انتقالها، وتامينها اثناء ما هي متخزنه. وبعدين البيانات الشخصيه، ايه البيانات الشخصيه دي؟ ازاي برضو ان انا ابقى اعرف ان البروفايدر الراجل بيقدم لي الخدمه دي بيهتم بتامين بياناته الشخصيه ولا، يعني ما اروحش الفيسبوك مثلا، عارف ان فيسبوك ليها سوابق مع الناس في انها بتسرب بياناتها، فما استعملش حاجه من فيسبوك. اعرف مثلا جوجل ليها سوابق في الحكايه دي، فبرضو يعني ايه اامن. خلاص، فاعرف مين بالظبط. فكده احنا خلصنا الجزء الثاني من دوره حياه البيانات. قلنا كولكت، وبعدين ستور. المره اللي جايه بقى الاستعمال، ازاي اثناء الاستعمال برضو أأمن البيانات وهي بتستعمل. تمام كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وذلك بلا شك فضلا منكم وليس امرا مني. يا جماعه اللي حاسس ان هو بيستفيد من الماده دي وعايز ياخد كورس خاص او كورس مقابل مادي، يتواصل معايا على الايميل الشخصي بتاعي kareem.rauf@gmail.com kareem.rauf@gmail.com، او يتواصل معايا على الصفحة بتاعتي IT Visualizer على الفيسبوك، او قناتي على التليجرام IT برضو Visualizer على التليجرام، او اليوتيوب شانل بتاعتي، سيب لي تعليق في الفيديو، او ان هو يكلمني على الواتس برضو، ممكن يشوف اي بوست ليا، بوست عن فيديو على اليوتيوب، انا ببقى حاطط الواتساب بتاعي جنبي. شكرا جدا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.